السلام عليكم. ده الجزء الثاني من الفيديو. كويس. الطوب الجبير قلنا عليه صفين، اللي هو هدى صفين او صفين وشويه. كويس، باعتبار انه طوبتين وطوبه ونص، طوبتين وطوبه، يعني تقريبا حوالي 3 طوبات، طوبه ونص وطوبه، ده صفين. يلا الكان هنا ده هدى ردمناه فوق هنا، شايف ده الكان هنا، ده مغطى كده، ده خشب، ده خشب زي السقف. كويس، اتمنى ان تكون الصوره واضحه. ده خشب، ده الحته دي ده خشب زي عامل اسنان سقف، وده يعتبر كمر النص جايب من اخر الحيطه جوه هناك. الخشب ده ماشي كده 3 وحدات، بيناتهم في فرقات، الفرقات انا مسند عليها طوب، والطوب جاي من فوق عليها. ده باديه من هنا منتهيه في اخر الطوب هناك ورا، شايله ديل من النص عشان ما ينفنسل، رغم انه خشب قوي متانته سميكه. دي بتاعت عم عوض الله يرحمه كل سنه، الترابيزه جايه من الجنوب، خشب ثقيل. دي كده ماشيه لغايه جوا، لغايه النص هناك، شايل الخشب ده من النص. الباقي راكد هنا في الطوب، جزء في الراس هنا بالجهه دي، هنا دي كده راكب في الطوب، واخر راكب في الطوب الصايد اللي هناك. التخزين التم جوا هدى، قلت لها يدعيمات دي لو شايفينها، اهي دي مقفله بكرتونه ومرغطة وحوالينا قماش. هنا بجاي في فلين، دي انا ببغاز، دي انا ببغاز، ودي اغراض جوا هناك كله مسوس. مع شويه وكده افتح الضوء بخش، بصور لكم جزء ثالث عشان تعرف احنا الجنجبيل ده لو نحن كنا في سن صغيره كنا عذبناه عذاب، كل شيء وتخطيطه.